أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرن الله سبحانه وتعالى حقه بحقوق عباده، وحق الله تعالى هو أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا. هذا حق الله على العباد، أن يوحدوه في العبادة، وحقهم عليه أن يدخلهم الجنة. هذا الحق العظيم الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، من أجله خلق الله الجنة والنار. هذا الحق العظيم قرنه الله تعالى بحق آخر، وهو حق العباد. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. خمسة أصناف من العبيد لهم حقوق علينا ولنا حقوق عليهم. الصنف الأول الآباء والأمهات والأقارب، أمرنا سبحانه وتعالى أن نحسن إليهم جميعا، إلى كل هذه الأصناف. وأول هذه الأصناف وأعظمهم حقا الوالدان والأقارب. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والصنف الثاني اليتامى والمساكين. والصنف الثالث الجار القريب والجار البعيد والصاحب بالجنب. والصنف الرابع هو ابن السبيل. والصنف الخامس هو ملك اليمين. هؤلاء الأصناف أمرنا الله تعالى أن نحسن إليهم. الإحسان إليهم هو إيصال الخير إليهم ودفع الشر والمضرة عنهم، هذا هو المقصود بالإحسان، أن نحسن إليهم وجوبا. المسألة ليست مسألة استحباب يفعل الإنسان هذا أو لا، المسألة أنها فرض وواجب علينا عباد الله أن نحسن إلى هذه الأصناف. وإنما أتكلم اليوم باختصار عن صنف واحد لكثرة من كلام الناس في هذا الموضوع. هذا الصنف هو جاء في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار، الجار الذي يجاورك في المسكن، أو يجاورك في المتجر، أو يجاورك في المكتب، أو يجاورك في مقاعد الدراسة، فكل من يجاورك في مكان ما فهو جارك. هذا الجوار له حق وله حقوق عظيمة في ديننا. وهذا الجوار ليس له حد في الشرع، عندما نقول جار ليس له حد معين في الشرع، وإنما مرجع ذلك إلى العرف. فإذا تعارف الناس في منطقة معينة أن حدود الجار بالتقريب تنتهي إلى كذا، فهذا هو المعتبر، لأنه يختلف باختلاف المناطق. هذا الجار له حق، هذا الحق كفله الله له في كتابه وأوجب عليك أن تؤدي له هذا الحق. أمرك سبحانه وتعالى أن تحسن إليه. وبالوالدين إحسانا، ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار ذو القربى هو الجار الذي تربطك به قرابة نسبية أو سببية،
كالمصاهرة ونحو ذلك. والجار الجنب هو الجار الأجنبي، حتى ولو كان أجنبيا في البلد، جاء من بلد بعيد وجاورك في السكن. فالجار القريب له ثلاثة حقوق عليك: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام إذا كان مسلما. والجار الأجنبي له حقان عليك إن كان مسلما: حق الإسلام وحق الجوار. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن إلى الجار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في سنته أنه حث وأمر وأوفرض علينا أن نحسن إلى جيراننا، فقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء فيهما أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر صفته أنه يكرم جيرانه، يكرمهم بالقول، يكرمهم بالفعل، يكرمهم بالتصرف، حتى بحركات الوجه كالابتسامة ونحوها يكرمهم بها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لأبي ذر رضي الله عنه، قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أي أن الإنسان إذا صنع طعاما في بيته، إذا صنع طعاما وكان هذا الطعام له رائحة بحيث قد يشتهيها جاره، فهذا ينبغي عليه أن يأخذ من هذا الطعام إلى جاره ولو شيئا يسيرا. وجاء في الأدب المفرد الإمام البخاري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا ليس بالمؤمن الذي يشبع، هو وزوجته وأولاده وجاره جائع. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم، توعد المسلمين من إيذاء جيرانهم حتى ولو كانوا كفرا، حتى لو كان كافرا، ما بالك إذا كان مسلما؟ فله حق آخر إضافي وهو حق الإسلام. توعد النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك لا يأمن من بوائقك، من شرورك، من غوائلك، فلن تدخل الجنة. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله نافيا الإيمان عن شخص معين له صفة معينة: والله لا يؤمن. ثلاث مرات قالوا: يا رسول الله، من هذا الذي لا يؤمن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك لا يأمن من شرورك، من كلامك الفاحش، من كلامك البذيء، من سبابك وغيبتك ونميمتك بينه وبين سائر أصحابه، هذا إذا كان جارك لا يأمن منك ومن شرك فلست مؤمنا، لست من أهل الإيمان، لم يدخل بعد الإيمان في قلبك. لأن المؤمن، صفة المؤمن هو أن يحسن وأن يكرم جاره، يتعامل مع جاره كما يتعامل مع شقيقه بل أكثر. لأنك اليوم مثلا قد لا ترى شقيقك إلا مرة في الأسبوع، قد لا ترى أبويك إلا مرة في الأسبوع، لكنك ترى جارك صباح مساء، أنت تعيش بجواره فهو أقرب الناس إليك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
كما في الأدب المفرد أيضا للبخاري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. الزنا الذي هي من أخطر الجرائم التي إذا شاعت في المجتمع فقد أذن الله بهلاكه، جريمة بشعة شنعاء هي سبب في اختلاط الأنساب وفساد البيوت، فقالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. هذه الجريمة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره أو بحليلة جاره. هذه الجريمة الكبيرة التي رتب الله عليها عقوبة زاجرة، رتب على الزنا بالنسبة لغير المحصن الجلد 100 مع التغريب عام، وأما بالنسبة للمحصن للمتزوج فإنه يرجم حتى الموت، عقوبة في غاية الشدة هذه العقوبة التي تتعلق بالزنا، وذلك لخطورة هذه الفاحشة. مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن هذا الجار لابد أن يشعر بالأمان على أهله، أما إذا كان لا يأمن على أهله من جيرانه حينئذ نقول بأن هذا المجتمع الذي يعيش هذه الحياة ليس مجتمعا مؤمنا. المجتمع المؤمن يشعر فيه المسلم بالأمان على نفسه، على ماله، على دمه، على أهله، خصوصا مع جيرانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. السرقة رتب الله عليها تلك العقوبة المعروفة التي هي قطع اليد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، يعني من عشرة بيوت، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره أو أن يسرق من جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمي الجار، أن يحمي الجيران. لما قال هذه الأحاديث وزجر وحذر ورهب أراد أن يعيش المؤمن مع جيرانه في أمان، لا يشعر بالخوف كما كان سلفنا رضي الله عنه. كان الرجل يخرج إلى الجهاد 4 أشهر 6 أشهر وهو بعيد عن أهله وماله وأولاده، لكنه لا يفكر فيهم أبدا، لا يخشى عليهم. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه قد جاور المسلمين، ما دام أنه في جوار المسلمين فأهله في أمان، لأن المؤمن يدافع عن أهل عن جيرانه وعن أهلهم أكثر مما يدافع عن أهله هو، لأنه يعرف حق المسلم، يعرف حق الجوار، ويعرف حق القرابة. كذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل من الاعتداء وإيذاء الجيران، حذر منه بالفعل أيضا لا بالقول فقط. فقد جاءه رجل كما في سنن أبي داود بسند صحيح، جاءه رجل يشكو من جاره، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى، قال بأن جاري يفعل كذا وكذا يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. هكذا أول خطوة الصبر، اذهب فاصبر. لكن هذا الرجل صبر مدة لكن الأمر زاد عن الحدود، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 يشكو من جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق. المتاع الموجود داخل البيت أخرجه إلى الطريق. ففعل الرجل، فجعل الناس يسألونه لماذا أخرجت متاعك إلى الشارع إلى الطريق، فيخبرهم بخبره، يخبرهم بأنه قد تأذى من جاره وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بهذا. فجعل الناس يلعنون ذلك الجار الظالم الباغي، فرجع إليه جاره هذا الذي كان يؤذيه ويظلمه، رجع إلى جاره هذا وقال له أدخل متاعك إلى بيتك فوالله لن ترى مني شيئا تكرهه.
ارجع فقط للبيت. لماذا؟ لأنه هو أيضا تأذى، الناس كلهم يلعنونه وهو ظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يفعل هذا الفعل، وهذه عقوبة عملية لهذا الجار الظالم الباغي. فالواجب على المسلم، ونحن نعيش، ما منا من أحد إلا وله جيران، هؤلاء الجيران لهم حقوق عليك، وحقهم هذا كفله الله لهم، مش القانون، ولا الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الحق. فأنت لك حقوق على جيرانك، وجيرانك لهم حقوق عليك، تتعامل معهم على مقتضى الشرع. وإن كان كثير منا اليوم مع الأسف يتعاملون مع جيرانهم على وفق أهوائهم، على وفق رغباتهم، يتعامل مع جاره وفق ما يشتهي هو، لا ينظر إلى الشرع. إذا تأذى من جاره فإنه لا يصبر على الأذى، ويعامل جاره بأذى أكبر من الأذى الذي لحقه هو. أين هي نصوص القرآن والسنة التي تأمرنا بالصبر على الجيران والإحسان إليهم وإكرامهم والصبر عليهم وعلى أذاهم؟ أين هي النصوص التي تأمرنا بحسن التعامل مع الجيران، سواء مع أبنائهم أو مع زوجاتهم؟ وإن كان نرى كثير من المسلمين اليوم مع الأسف صار المسلم يخشى على أهله وعلى ماله من جاره. الجار يسرق جاره، الجار يزني بابنة جاره. هذا لم يكن أبدا في 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 مجتمعنا. 14 قرنا لم تنتشر هذه الأمور بيننا، أن يؤذي الجار جاره، بل كان آباؤنا وأجدادنا يعظمون حق الجار، وإن كان منهم من هو أمي مع ذلك يعظم حق الجار. الآن تجد الجار يعتدي على جاره، يمر على جاره ولا يسلم عليه، لا يعوده إذا مرض، بل لا يكلمه أصلا. هذه ليست من آدابنا وليست من أخلاقنا. لا نتعامل مع جيراننا بأهوائنا، لا نتعامل معهم بما نشتهيه نحن، لا، نتعامل معهم كما أمر الله. لابد أن يكون الشرع هو الميزان في تعاملاتنا وتصرفاتنا وأقوالنا. هذا إذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة، لأن من خالف أمر الله عز وجل في هذا الباب والله سيهلك يوم القيامة. إذا كنت تؤذي جيرانك وتسيء معاملتهم وتعتدي على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، فإن الله تعالى سيوقفك يوم القيامة، جارك هذا سيكون خصيمك يوم القيامة. فاحذروا عباد الله، احذروا من أذية جيرانكم، وتعاملوا معهم كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى، كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أوجب علينا الإحسان إلى الجيران، سواء كانوا من الأقارب أو من الأجانب. أمرنا أن نحسن إليهم وأن نكرمهم، وأوجب لهم علينا حقوقا. من هذه الحقوق أنك إذا لقيت جارك تسلم عليه، وإذا مرض تعوده، وإذا مات تتبع جنازته، وإذا استقرضك تقرضه، إذا طلب منك أن تقرضه المال تقرضه، وتحفظ سره إذا غاب، وتدافع عنه وعن أهله وأهل بيته كلهم، تدافع عن عرضه، تدافع عن ماله، تنصره إذا ظلم وتقف إلى جانبه، تطعمه من طعامك الذي قد ربما قد هو يكون فقيرا يحتاج إلى هذا الطعام، واجب عليك أن تطعمه، خاصة إذا علمت بأنه لا يشبع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
كذلك يجب علينا أن نحسن إليهم في القول بالقول والعمل. ولا يجوز لنا عباد الله أن نؤذي جيراننا بأي نوع من أنواع الأذى، سواء كان قوليا أو فعليا. لا يجوز لك أن تسمع جارك ما لا يحب، وبعض الناس لا يبالي بهذا الجانب، تجده يفتح هذه القنوات التلفزيونية بصوت مرتفع، أو ربما يتشاجر مع أخيه أو مع امرأته في البيت بأصوات مرتفعة، بحيث يمنع جيرانه حقوقهم وراحتهم، يؤذيهم بهذا الصوت، وهذا محرم حتى ولو كان بالقرآن. رفع الصوت ولو كان بالقرآن بكلام الله، إذا كان يؤذي الجيران ويمنعهم من حقوقهم في الراحة فإنه حرام. ما بالك إذا كان بأمر آخر؟ ما بالك إذا كان بالغناء الذي هو في أصله محرم؟ ونحن مع الأسف خصوصا في مثل هذه الفصل تقام هذه حفلات الزفاف، ونجد المسلمين المصلين الذين يصلون معنا مع الأسف لا يبالون بحقوق جيرانهم، لا يقيمون وزنا لا لجيرانهم بل ولا لكلام الله الذي أمرنا أن نحسن إليهم. يؤذون الجيران الليل كله بهذه الأصوات المحرمة المزعجة، يؤذونهم بالغناء، يؤذون الصبية، يؤذون المرضى، يؤذون الشيوخ، يمنعون الناس من النوم ومن الراحة. يا أخي تحب تسمع الغناء اسمع وحدك، ادخل البيت وغلق على نفسك واسمع، إذا أردت أن تسمع الحرام هذا بينك وبين نفسك، وإن كنا لا نريد لك هذا ونمنعك وننصحك بترك الحرام، لكن إن غلبتك نفسك فلا تؤذي جيرانك، لا تؤذي الجيران. هذا بالصوت، إذا كان بالقرآن محرم ما بالك بأمور أخرى. كذلك بالفعل، بعض الناس يؤذي جيرانه بالفعل، يرمي القمامة عند باب جاره أو بجوار باب جاره، بعضهم يركن السيارة عند مدخل البيت، بيت الجيران يركن السيارة عندها، حتى إذا أراد الرجل هذا أن يخرج من بيته لا يستطيع. وهذا الفعل ليس من رجل أجنبي بل من جاره، هو الذي يفعل هذا. بعض الجيران أيضا يؤذون جيرانهم بالفعل، وذلك عن طريق شتمهم وسبهم واغتيابهم والكلام في أعراضهم، يحصل هذا من الرجال والنساء. بعضهم ينفر الناس من جاره ويتكلم فيه وبالكلام السيء والكلام القبيح، وهذا كله من الأذى المحرم. هذا حرام، حرمه الله في كتابه، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا مسلمين فعلا، إذا كنا فعلا مؤمنين قد أدينا حق الله عز وجل بتوحيده وعدم الإشراك به، كذلك يجب علينا أن نؤدي حق العباد، لابد أن نؤدي هذا الحق. إذا كان المسلم قد يكون يوم القيامة مفلسا مع صلاته وصيامه وصدقته لأنه يؤذي الناس، ما بالك إذا كان يؤذي الجيران؟ إذا كان يؤذي الجيران هذا أعظم، هذا الجار له حقوق، هذه الحقوق لابد أن تؤدى إليه، إلى الرجل وإلى المرأة وإلى أبنائه، تؤدي إليهم هذه الحقوق، تحسن إليهم، تكرمهم، وإلا فإننا سنعيش معيشة ضنكا، وهذا هو غالب حال الجيران اليوم. رجل لا يسلم على جاره، يتعامل مع جاره كأنما يتعامل مع عدوه، إذا أصابته مصيبة فرح، إذا رزق بنعمة حسده عليها، ثم يشوه سمعته في الحي على مستوى الحي أو في مكان العمل، كل هذا لأنه خالف أمر الله عز وجل واتبع هواه واتبع شيطانه، ولذلك فهو يؤذي جيرانه. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في جيراننا. إذا كان جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويوصيه، يوصيه بالجوار وبالجار، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال،
حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيجعله من أهل الميراث. من هم أهل الميراث؟ أقرب الناس إليك. أهل الميراث هم الآباء والأبناء والأزواج، هذا هو الأصل في الميراث. أما الأعمام والأخوال فلا يرثون مع وجود هؤلاء. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حتى ظننت أنه سيورثه، يعني هذا الجار قد يكون أقرب من أقاربك، ونحن نشاهد هذا. جيراننا نراهم صباح مساء، لكن أخوالنا وأعمامنا والله لا نكاد نراهم إلا مرة في الشهر أو أكثر. هذا هو قريبك الحقيقي، وهذا ما ينبغي أن نسير عليه كما كان عليه أسلافنا. يذكر أن رجلا يوما أراد أن يبيع بيتا، كان عنده بيت واحتاج إلى المال بسبب الديون، فأراد أن يبيع البيت، فأعطاه رجل مبلغا من المال مقابل البيت، فقال أبيع البيت بهذا السعر 500 درهم وأبيع الجوار 500 درهم أو أكثر. فقالوا له كيف تبيع الجوار؟ متى كان الجوار يباع؟ فقال لهم إذا كان جوار سعيد بن العاص فإنه يباع، لأنك إذا جاورت سعيد بن العاص لا ينقصك شيء، إذا احتجت إلى المال تجده عندك، إذا احتجت إلى الرجال تجدهم عندك، إذا أسأت إليه قابلك بالإحسان، إذا جهلت عليه قابلك بالحلم. ولذلك قال أنا لا أبيع البيت وحده، أبيع البيت مع الجوار مع الجار. فلما سمع سعيد بن العاص قول هذا الرجل أرسل إليه 100,000 درهم حتى يبقى في بيته. انظر إلى حسن الجوار كيف يؤثر على الناس، وقصص السلف في هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها ولا يمكن ذكرها في مثل هذا المقام، كيف كانوا يتعاملون مع جيرانهم من المؤمنين، وكيف كانوا يتعاملون مع جيرانهم من اليهود، كيف كانوا يتعاملون مع جيرانهم من النصارى، حتى أسلم كثير من أهل الكتاب بسبب جوارهم للمسلمين لما رأوا معاملتهم لهم وإحسانهم وإكرامهم لهم أسلموا. أما نحن الآن تجده قد جاور مسلما قريبا من أقاربه ومع ذلك يؤذيه ولا يسأل عنه ولا يعوده إذا مرض، وكل هذا لأن الناس صاروا يتبعون أهواءهم، هذا هو، لا يتبعون الشرع. فالواجب علينا عباد الله أن نتقي الله، أن نتقي الله في جيراننا، وأن نحسن إليهم وأن نكرمهم، وأن نتبع وصية ربنا سبحانه وتعالى حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، وهي أيضا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نجعل الشرع هو الميزان في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.